حابين حضرتك بقى تعرفنا عن رحلتك للعالم الخارجي لقراءة والله القرآن. أول سفرية سافرتها في سنة 95 للمسابقة العالمية مثل مصر في دولة ماليزيا في كوالالمبور، وبفضل الله سبحانه وتعالى أخذت المركز الأول على مستوى العالم. كان عمر حضرتك كام سنة؟ كان حوالي 36 سنة دي كنت بتمثل مصر. كنت بمثل مصر. طب فضيلة الشيخ شحات شاهين بيحب يسمع لمين من القراء من المقرئين اللي والله قدامه؟ أنا بحب دايما الشيخ محمد صديق المشاور رحمة الله عليه، وده بقى روحي من جوه. يمكن أنا بفتح ألبوم صور حضرتك لقيت أول صور للشيخ محمود المنشاوي. الشيخ محمود والشيخ محمود برضه بحبه لأنه طبعا من الشيخ محمد، والشيخ صديق ابن الشيخ محمود برضه بحبه لأنه من ريحة الحبايب، تمام، الأدب والأخلاق كلها لكن مع طب الشيخ صديق. مثلك الأعلى مثل الأعلى الشيخ محمد صديق من شاء. طب حاليا بتحب تسمع لمين؟ غير بحب أسمع حاليا الشيخ فتح الطوطي وعم الشيخ محمود الخشت والشيخ طه النعماني والشيخ حجاج، وكلهم حبايب ربنا يفتح عليهم جميعا. حضرتك تتذكر أول أجر حصلت عليه؟ 25 قرش. ده أول أجر حصلت عليه. في ميتم، في ميتم جدة مراتي. طب أعلى أجر في اللي حصلت عليه في الخلال؟ والله أعلى أجر خدت ممكن ياخد 2000 جنيه. لا مش وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بتاعتي تمام. وكان ده أول مرة، كان بعد 35 سنة أول مصري يفوز في أول المسابقة. مصري ياخد المركز الأول. طب فضيلة الشيخ، أحسن حاجة لحفظ القرآن الكريم الكتاب في والله القرية ولا؟ الكتاب، لأنه طبعا شيخنا وأستاذنا طبعا القرآن بالتلقي. طلب لابد ياخذ من افواه المشايخ. انا مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم يريد رمضان المركز الإسلامي في لندن، وسافرت إلى أوكرانيا وإلى طرابلس ليبيا وإلى المغرب وألمانيا فرانكفورت، وسافرت إلى السويد وهولندا. يعني جبت العالم العربي والإسلامي الحمد والأوروبي. لله. الحمد لله. حضرتك عن رحلتك مع القرآن الكريم حفظته حضرتك وعندك كم سنة؟ القرآن على يد والدي السيد حسن شاهين، كان إمام وخطيب مسجد القرية هنا، وكان معلم القرآن. الشيخ حضرتك كلمنا عن رحلتك مع حفظ القرآن الكريم، بدأت وكان عندك كم سنة؟ بدأت وأنا في سن الطفولة طبعا، وأتممت حفظ القرآن وأنا عندي 10 سنوات. على يد والدي السيد حسن شاهين إمام وخطيب المسجد بالقرية ومعلم القرآن. تنصح بإيه اللي هم القراء الجدد؟ والله مخافة ربنا يحط أمام أعينهم تقوى الله، وأما الأجزاء دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هو. تتذكر حضرتك أول أجر خدته كان كام؟ والله لما انتقلت إلى القاهرة سنة 80، سنة 81 مات الحاج محمد الزهران، ودعاني أخوه وقال لي يا شيخ الشحات معاك الشيخ عبد الباسط. انا من ليلتها من الفرحه ما نمتش طول الليله، انا عايز اشوف الشيخ عبد الباسط شكلا
وانا اقرا مع الشيخ عباسط كان بالنسبه لي لو ما خدش فلوس خالص. فالناس ليلتها قدروني الحمد لله، والشيخ عباسط شجعني وطبطب عليا وقال لي يا ابني ربنا يفتح عليك وانت فيك بركه، وخلاني ختمت الليله وليلتها ادوني 300 جنيه كان اعلى اجر في اعلى اجر. كنت ساعتها باخد مرتبي 12 جنيه. طب واول اجر خدته كان كام؟ اول كلمنا عن رحلتك بقى في العالم الخارجي لنشر حضرتك. والله بعد ما اتممت حفظ القران تلقيت علم التجويد والاحكام والقراءات السبع على يد استاذنا وشيخنا الشيخ حسين منصور حفناوي، كان ايامها هو معلم القراءات في المنطقه، وعلى يد مولانا واستاذنا رحمه الله عليهم جميعا الشيخ عبد السميع بسيوني. وبعد كده انتقلت طبعا لما رحت الى القاهره، تلقيت على يد سيدنا الشيخ محمود امين طنطاوي كان ايامها رئيس لجنه المصحف الازهر الشريف، وسيدنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، والتقيت بقى باصحاب الفضيله عم الشيخ رزق خليل حبه والشيخ محمود براني. لاسم الشحات السيد حسن شاهين نقيب القراء بمحافظه الشرقيه، الشيخ المقارب الشرقيه، ومفتش عموم المقارئ ومكاتب التحفيظ وحلقات التحفيظ بمحافظة الشرقية التابعة لوزارة الأوقاف. محكم دولي؟ محكم دولي المسابقات المحلية والدولية. عايزين نسمع من حضرتك صورة كده أو آية زي ما حضرتك تحب في مناسبة كل سنة وحضرتك طيب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم